في الجزء الأول ملكة حنان وملكة غصي أميرة مريومة ماتوا من الطيارة طاحوا وكانوا فرحانين، لكن صار معهم حادث وفقدت ذكرى. يلا نشوف الحين شنو راح يصير. مثل ما تشوفون ملك رئيس البروك هيفن جاي يساعدهم. يلا نشوف عقب شنو صار. مثل ما تشوفون ان رئيس البروك هيفن شالهم الملكة والأميرة وداهم بوديهم مستشفى. يلا نشوف الحين شنو يصير. مثل ما تشوفون الرئيس البروك هيفن ساعد سلسلتها وديهم مستشفى. وين أنا؟ وين أنا؟ من هاي مريومة؟ لا سمحتي مريومة من أنتي؟ أنتي مين؟ أنتي مين؟ وأنا ليش انجرحت كذي ليش؟ لازم أعالجهم بسرعة بسرعة ولا بيموتوا تدراتهم. يلا بسم الله خلي أعالجهم. بسم الله الرحمن الرحيم خلي أعالجهم. يلا خايف صراحة. راسي جاي يعورني وايد. حتى أنا راسي يعورني. راسي يعورني. راسي. راسي. بسم الله يلا خلي أبدأ العلاج. المستشفى انا ساعدتهم. شكرا شكرا. من انت اللي ساعدتنا؟ انا رئيس البروك هيفن. انت رئيس البروك هيفن؟ ما صدق ان انت رئيس البروك هيفن. انت ساعدتنا. شكرا شكرا. انت ساعدتنا. بس مين هذه البنت؟ مين هاي البنت اللي معاي؟ هذه اختك. ايش دخل؟ انا ما ادري. انتو ذكرتو يا كترة. انتو صغرتو الذكرى ما تذكروا ولا شيء. من كذي انا عالجتكم. انا رئيس البروك هيفن. شكرا شكرا. انتو ناموا معنا في تعالوا بيتي في بيتي البحر راح يعجبكم. يس نروح بيت البحر. اوكي يلا خلينا نروح. لا سمحتي مريومة من انتي؟ يا مريومة من انتي؟ ابى اعرف عليك. انا ما اتذكر والله من انتي بس عادي. يلا نتذكر بعدين. يلا خلينا نروح مع ذي الرئيس. يلا الحمد لله شكر ان لقينا بيت ولقينا حد ساعدنا. والله كان بنموت. Yeah.
بدل مكياج. صراحة خاطري كان في مكياج جوتشي، بس أخوي شرالي مكياج مرة كبير، بس هو جوتشي شنطة أنا شفيني، بس دي براند صوفيا صوفيا رمارش يسمونا. أخوي شرالي كل البراندات الميك اب والسكين كير. يا مريومة يا مريومة، شرا أخوي شرالك سكين كير؟ في النظارة في منظرة، كيف أشوف كيف أبين؟ جميلة ولا لا؟ بسم الله بسم الله، خلي أشوف وجهي. واو، سويت ميك اب مرة رهيب صراحة. يلا، واو، في ملابس مريومة، في ملابس مرة كثيرة صح؟ أحس الملابس مرة غالية، والبيت مرة كبير. بقول لكم خبر شيء، أنا قررت أخليك أنت وأختك تكونوا رئيسات البروك هيفن. إيش يا أخوي؟ أنا ومريومة يعني بنت هذه اللي ما أعرف أنا مين، نكون أخوات وتسوي لنا نحن في سنتنا نكون رئيسات البروك هيفن؟ إيه، وأنتوا تكونون إن شاء الله ملكات وأميرات البروك هيفن. راح أعطيكم هذا البيت حقكم، وأنا راح أشتري بيت ثاني، وراح نروح الدوام، وراح نسافر أماكن. واو واو، تمام، راح أقول حق مريومة. يا مريومة يا مريومة، وينك؟ تمام، تعالي تحت شوية، أبي في موضوع ضروري. مريومة إن أخوي يبي يسوي لنا ملكات وأميرات البروك هيفن. واو واو، أنت أحلى أخو، شكرا شكرا. وينك يا مريومة؟ تعالي بسرعة. واو يا أخوي، المنظر مرة رهيب، هذا بيتنا، أنا مالي بيتنا صغير. لا، بيتنا كبير مرة، وكل الناس يموتون في بيتي، بس أنا إيش أسوي؟ هذا بيت رئيس يعني بيتي، وبيت الأميرة والملكة اللي صاروا. إن شاء الله هذا بيتكم راح يكون بكرة، هذا أكبر بيت في بروك هيفن. يا أخوي يا أخوي، مرة رهيب. إيه صح يا حنان، البيت مرة مرة كبير ورهيب. يا مريوم يا مريومة، ترى أخوي قال إن أنت تكوني أختي، تكوني أختي؟ تكوين أختي أنت يا مريومة؟ بس عندي خبر جديد حق ليستر، ما تسمعينه؟
لكم. أخيرا وصل البيت، يلا أختي نروح نزين البيت. متحمسة حق الحفلة بكرة أنا. يلا خلي خلي أغراض ورا نجهز البيت كامل زينة، يكون أحلى أحلى بيت القصر. يلا أخيرا جهزنا البيت كامل وكل الناس، يا الله صراحة أحلى حفلة هذه. واو صراحة هذه أحلى حفلة، مبروك هيفن، كل الناس يا الله صراحة كل الناس جاو. أخوي متى راح تقول إن راح نكون إحنا الأميرات والك نتحكم في البروك هيفن؟ الحين الحين شوي وراح نبدأ. تمام يا أخوي الحفلة مرة حلوة صح؟ إي أختي صح مرة حلوة الحفلة. الله السلام عليكم يا الناس اللي جايين، جنس أند لاديز. اليوم أحب أقول لكم شيء خبر، أن أخلي أخواتي يكونون رئيسات وأميرات وملكات البروك هيفن. إن شاء الله تقبلون هذا الشيء. نقبل نقبل أكيد أكيد نقبل. راح تشوفونهم الحين راح يجون. هذه أختي الصغيرة، أنا أخوهم الكبير. شوفوا هذه راح تكون ملكة البروك هيفن، وأختي أختي الكبيرة يعني مو أكبر مني، أصغر مني أكبر منها بسنة، بتكون كمان أميرة وملكة راح تكون. شوفوها ما شاء الله عليها بعطوها صفقة. يلا enjoy the party guys. يلا يا أختي خلي ننام، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلي ننام، يلا خلي ننام. صراحة راسي يعورني وايد. انتي يعورك صح بعد؟ ما ادري ليش راسي يعور، بس راح خلينا ننام. يلا اختي يلا تعالي، اميرة اختي نصور تيك توك. الله صراحة تيك توك مرة حلو. الله يا اختي يلا يا اختي خلينا نروح نصور البيت. هاي جاي طبعا هذه اختي، صراحة أنا كنت صغيرة بس أختي خلتني أكون ملكة. راح أرويكم البيت من داخل، يلا خليني أرويكم البيت من داخل عشان تشوفون البيت. شوفوا شوفوا البيت من داخل مرة كبير، هذه بيت الوي آي بي. شوفوا واو، وغرفتنا صراحة مرة كبيرة صح يا أختي؟ شوفوا الغرفة، أنا وأختي ننام هني لأن نحب الغرفة، والحمام هني يا جماعة مرة رهيب وكبير. شوفوا وصلونا 500 مشترك يا أختي. سكت الفيديو خلاص. يلا يا أختي نلعب، أبي ألعب، أبي أطلع في المسبح. يلا خلينا نروح نسبح. يلا 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 أختي تعالي، صراحة أحلى يوم صح اليوم؟ رهيب. اوكي نروح البرتشا، صراحة انا احب الهوت بوت كمان، بس خلينا نروح البرتشا يا جماعة. اليوم راح نرويكم البرتشا اللي احبها وايد، انا قلت لكم عنها صح في قناتي. يلا يا جماعة شوفوا. الله واو صراحة يا اختي انا ما تخيلت ان انت اميرة وانا الملكة، وان احنا اغنى، احنا اغنياء مرة كثير صح؟ يعني احنا سافرنا مرة، كان سافرنا المانيا بلد وردي، وكان طيارة في اي بي صح؟ يا اختي يا اختي ايش رايك نروح الطيارة مرة ثانية؟ ابا اطير. يلا يا اختي خلينا نروح اختي طيارة فوق، صراحة متحمسة عمر اطير. يلا صراحة متحمسة بس خايفة كمان. يلا خلينا نروح، بسم الله الرحمن الرحيم. واو احلى يوم صدق يا اختي. لا الله وايد رهيب صراحة. يلا يلا خلينا نطير. واو رهيب رهيب. الله يا اختي يا اختي اخاف، ليش الطيارة تحمس؟ اوكي يا جماعة شوفوا انا في الطيران، وتبون
حسابي التيك توك قولوا لي في التعليقات. واو يا اختي ليش الطياره صارت كذا؟ بسم الله بسم الله. شو يكون قوموا صباح صباح تبكون؟